على عيوني. خليني أسألك سؤال تجاوبني عليه بكل صراحة. اسأل من يسأل وعلى يجاوب. صار لنا أمر سوية، واحد يشوف الثاني أكثر من أهله. صح. سنين الدراجات الجول الهيمة كل مكان. هلا أريد أسألك سؤال، أنت شعورك تجاه شنو؟ شعوري؟ وهذا سؤال. شعوري شعور أي أخ الأخو، وأني أفديك بروح. تفديني بروحك؟ ليش تفديني بروحك علاء؟ ليش؟ تقول لي ليش؟ معقولة أنت تقول لي ليش؟ لأن أنا أخوك، ولك أنا ما عندي أخ، انتصرت إلي أخ وأكثر، وتسجلتها كحنا رمينا بالشوارع، أنت يتيم وأنا يتيم، ولك أحنا لعبوا بينا منضدة، يكفخون بينا ليل ونهار، ويهينون بينا. تدري أنت أخذوك الشرطة، أنا تخبلت، كنت أموت. قمت أدور على قبرك وين؟ ورحت زرتك، وكنت أقعد يم القبر مالك يوم ويومين وثلاثة، وتمنيت أموت وأدفن يمك، ونسبوا للشرطة وانسجنت، وهانوني، وتعذبت وداسوا على راسي. وجدت صح يومية ولك بيتي وهير رحت ليش عفتني؟ عرفت ليش؟ عرفت لو ما عرفت هذا ليش؟ انت تخاف مني؟ انت تخاف مني؟ وهذا هو الحكي الصحيح. تخاف مني؟ مني؟ أنا ما قاعد ألومك، ليه أنت تخاف مني؟ تعرف ليش؟ لأن حتى أنا أخاف من نفسي. ماشي ماشي أخويا، أنت ترى كلش تعبان وشربت من هذا هواي، وهسا أنا أنام. شلون النوم؟ وين النوم؟ ماكو نوم على، ماكو نوم. النوم النوم راح، تعرف كل ما اريد انام اخفى على وجوه الناس اللي اكتنتها قدامي. مرات أحس نفسي مو نفسي، قلبي مو نفسي. أحس أني من مكان ثاني، واللي وياي بس ناس غربة ووحوش. انت لو بس تقول لي شنو اللي متعبك؟ شنو اللي متعبك اخوي؟ نفسي علاوي، نفسي انت علاوي. Oh.
اخويا بس